بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبات المستوى الثاني في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية هذه الحلقة رقم 17 من حلقات مقرر الإحصاء التحليلي زي ما قلت حضراتكم في الحلقة السابقة إن إحنا هنبدأ النهاردة ولمدة حلقتين ثلاثة نراجع الأجزاء اللي إحنا شرحناها قبل كده لمجرد التذكير وتتعرفوا إزاي بيجي السؤال وكيف تتم الإجابة عليه هنبدا النهارده باول موضوع عندنا اللي هو موضوع الاحتمالات وفي مجموعه اسئله هتشوفوها حضراتكم على الشاشه دلوقتي بتبين ازاي نجاوب على السؤال زي ما هيجي في الامتحان ان شاء الله نبص كده مع بعض على الشاشه على اول سؤال بيقول ضع علامه صح او خطا لكل لكل سؤال من الاسئله التاليه بيقول علم الاحصاء هو العلم الذي يهتم بعمليه وفي عندك ثلاث اجابات جمع وتنظيم البيانات جمع البيانات وتحليلها جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات يبقى الاجابه ان هي بقى الاجابه الثالثه جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات طيب السؤال الثاني علم الاحصاء بينقسم الى ايه وصفي ولا تحليلي ولا وصفي وتحليلي الاجابه ايه رقم ثلاثة الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي. طيب علم الإحصاء التحليلي إحصاء التحليلي إحنا بندرسه في بيهتم باستنتاج معلومات عن المجتمع عن طريق مين؟ العينة؟ صح ولا غلط الجملة دي؟ أه طبعًا صح. الإحصاء التحليلي الهدف منه أن نستنتج معلومات عن المجتمع عن طريق العينة تبقى الإجابة صح. طيب الإحصاء التحليلي هو أحد فروع علم الإحصاء طبعا صح قلناها قبل كده طب العينه العشوائيه هي عينه تمثل المجتمع عشوائيه يعني الاختيار بدون قصد يبقى العينه العشوائيه عينه تمثل المجتمع الاجابه ايه صح ولا غلط تبقى صح طب تنقسم المتغيرات العشوائيه الى متغيرات وصفيه ولا كميه ولا وصفيه وكميه وصفيه وكميه طيب الحاله الاجتماعيه بتمثل متغير ايه؟ عشوائي ايه؟ وصفي ولا كمي وليست ولا متغير حالة اجتماعية عبر عنها بالوصف ولا بالأرقام؟ بالوصف طبعا متزوج ومطلق وأرمت يبقى وصفي طب المستوى التعليمي يعبر عنه بمتغير ايه؟ وصفي ولا كمي ولا ليس وصفي ولا ولا كمي؟ المستوى التعليمي واحد معاه بكالوريوس ودبلوم وماجستير يبقى معاه ده متغير ايه؟ وصفي طيب أعمار الموظفين متغير إيه؟ العمر بيقيسه بالإيه؟ كمي ولا وصفي؟ لا كمي طبعاً بالأرقام. طيب أطوال الطلاب تمثل إيه؟ كمي متصل ولا كمي منفصل ولا وصفي؟ إيه الفرق؟ طبعاً الأطوال بالكم والارقام كم يعني أرقام؟ بس متصل ولا منفصل؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ المتغير المنفصل ياخد أرقام صحيحة. ما يقبلش كسور طب والمتصل اللي يقبل الكسور فتلاقي واحد طوله 160 سم وواحد طوله 160 ونص ولا ما فيش في 160 واتنين من عشره في ما متغير يقبل القيم كسريه بقى متغير ايه؟ متصل يبقى إيه الاطوال متغير متصل طب والمساجد كم متصل ولا منفصل ولا وصفي؟ عايد المساجد ينفع ياخد قيم كسريه أول 20 مسجد ونص او 20 وربع ما ينفعش يبقى المساجد متغير كمي ايه كمي ها منفصل اجابه رقم اتنين طب مرتبات موظفة جامعه الامام ده بالارقام بس كم متصل ولا كم منفصل ولا وصفي ها واحد بياخد الف ريال واحد بياخد الف ونص واحد بياخد الف وثلاث تربع تلات تربع من الالف يعني يعني واخد واحد مثلا 1000 ريال والثاني 1250، واحد 1340، 1340 ونص ريال، 1250 وربع ريال يقبل قيم كسريه، يبقى يبقى المرتبات متغيرات كميه متصله. الاحتمال بقى بيقع بين كام وكام؟ صفر وواحد يعني صفر وموجب واحد ولا صفر وسالب واحد ولا سالب واحد وموجب واحد؟ الاحتمال يقع بين ايه و ايه؟ يبقى الإجابة الأولى بين الصفر والواحد. طيب إذا كانت قيمة الاحتمال بتساوي صفر يسموه حدث إيه؟ مؤكد ولا مستحيل؟ ولا مؤكد أو مستحيل؟ المحتمل يطلع بيساوي صفر. ها؟ يبقى حدث إيه؟ حدث مستحيل. طب وإذا كان الاحتمال بيساوي واحد يبقى حدث إيه؟ يبقى حدث مؤكد الأولانية. طيب اما إن كان بيت الاسئله الحوادث في الاحتمالات كم نوع؟ يا بسيطه يا مركبه صح ولا غلط؟ الاجابه طبعا صح. الحوادث في الاحتمالات نوعين، حوادث بسيطه وحوادث مركبه. صح ولا غلط؟ الاجابه صح. ايه هو الحدث البسيط؟ هل يمكن تقسيم الحوادث فرعيه؟ الحدث البسيط يعني حدث واحد بس، اقدر اقسمه؟ فبيقول الحدث البسيط هو حدث يمكن تقسيمه الى حوادث فرعيه صح ولا غلط الجمله دي طبعا خطا ما اقدرش اقسمه ده حدث واحد لكن الحدث المركب بقى هو حدث يمكن تقسيمه لحوادث فرعيه بسيط ولا مركب صح ولا غلط الحدث المركب عدة حوادث اه صح يعني مثلا لو رجعنا السؤال حدث بسيط اما اقول ما هو احتمال ظهور الوجه اتنين على قطعه النرد الوجه اتنين ده حدث واحد يبقى حدث بسيط لكن اقول ما هو احتمال ظهور رقم زوجي رقم زوج. زوجي الزوج يعني ايه يعني الوجه اتنين والوجه اربعة والوجه ايه ست دول كم وجه بقى ثلاثة اتنين او اربعة او ايه ست بتكلم عن حدث دلوقتي ثلاث حوادث يبقى حزم حدث محدث مركب يبقى احتمال ظهور الوجه اتنين على قطعه النرد ده حدث بسيط احتمال ظهور رقم زوجي دي معناها حدث مركب عده حوادث يبقى الحدث المركب حدث يمكن تقسيم الحوادث الفرعيه الاجابه صح طب الحوادث المركبه تتعلق بايه لك بطريقه تانية السؤال حدث بسيط واحد ولا عده حوادث بسيطه ولا حدث مستحيل حوادث مركبه تتعلق بايه هم؟ الاجابه نمره اتنين عده حوادث بسيطه احتمال وقوع الحدث المستحيل يساوي ايه؟ قلناها قبل كده يا ترى صفر ولا موجب واحده ولا سالب واحد؟ حدث المستحيل احتماله ايه؟ لما اجي اقول ما احتمال ظهور الشمس من الغرب؟ ده حدث مستحيل يبقى احتماله كام بقى؟ صفر لكن لما اجي اقول ما احتمال ظهور الشمس من الشرق؟ ده حدث مؤكد احتماله واحد صحيح طيب بيقول اذا كان هناك حدث ما حدث اسمه أ بيتكرر ظهوره مين من المرات في تجربة حجمها ن يبقى احتمال وقوع هذا الحدث بيساوي بقى إيه؟ بيديك عدة إجابات ح يعني احتمال الحدث أ يا ترى م على ن ولا نون على م ولا ن زائد م ولا نون, نون ناقص م الإجابة إيه؟ الإجابة الأولى احتمال وقوع الحدث أ م على ن مين ده اتكرر كم مره؟ على حجم التجربه كلها. طيب اذا كان قال بيه حدثين متنافيين. متنافيين يعني ايه؟ ما يحصلوش مع بعض. حوادث المتنافيه معناها لو احد الحوادث وقع الثاني ما يقعش. زي الصوره والكتابه في خطه العمله. دي حوادث ايه؟ متنافيه. لو ظهرت الصوره ما تظهرش مين الكتابه قانونها ايه بقى لو ا وب حدثين متنافيان فان احتمال ا زائد ب يساوي يساوي ايه بقى في ثلاث اجابات ح ا زائد ح ب ولا ح ا زائد ح ب ناقص ح ا مع ب ولا ح ا ناقص ح ب اي اجابه فيهم ما دام متنافيين ا ما يجيش مع ب يبقى الاجابه الاولانيه يبقى احتمال وقوع الف او ب كلمه او معناها زائد خليك فاكر كلمه احتمال الف او ب معناها ايه؟ زائد يا يعني احتمال الف او ب هتساوي احتمال الف زائد احتمال ب يبقى الاجابه الاولى تنفع الاجابه الثانيه؟ لا ما تنفعش ليه؟ لان في الاخر بيقول ان اصحى أ ب احتمال وقوع الف مع ب هو الف تيجي مع ب؟ ده متنافيين ما يجوش مع بعض يبقى الحد الاخير ده يختفي يبقى الاجابه هنا هتكون رقم واحد طب إذا كانوا غير متنافيين بقى غير متنافيين يعني غير متنافيين؟ يقعوا مع بعض أ يجي مع به زي ما احتمال اختار آه موظف معاه بكالوريوس ومتزوج دول حدثين هل لو كان معاه بكالوريوس ما يعني ينفعش يكون متزوج؟ لا ممكن يقعوا مع بعض فإذا كان أ حدثين غير متنافيين يبقى احتمال وقوع الف او ب، يعني الف زاد ب، يا ترى بقى الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ غير متنافيين يعني إيه؟ يعني الف تيجي مع ب، ممكن الف تيجي مع ب، يبقى اختار الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ هتبقى الإجابة رقم كام بقى؟ الإجابة رقم اثنين. طيب، بيقول لي بقى الحوادث المتنافية عرفها لي. يا ترى هي التي يمكن أن تقع معا في وقت واحد متنافيه ولا لا يمكن ان تقع معا في وقت واحد ولا يقع بعضها ولا يقع البعض الاخر اختار مين؟ حوادث متنافيه اختار مين؟ بالضبط!!!!! الاجابه رقم واحد لا اسف الاجابه رقم اثنين حوادث متنافيه التي ايه بقى؟ لا يمكن ان تقع معا في وقت واحد الاجابه رقم اثنين متنافيين ما يجوش مع بعض طب وغير متنافيه؟ غير متنافيه يعني يجوا مع بعض. يبقى غير المتنافيه هي يمكن ان تقع معًا ولا لا يمكن ان تقع معًا؟ أو يقع بعضها ولا يقع البعض الآخر؟ غير المتنافيه يعني إيه؟ يمكن أن تقع مع بعضها. يبقى الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الإجابة إيه؟ الأولى. طيب بيقول لي وجهي قطعة العملة وجهي هي الصورة والكتابة دي بتمثل حوادث متنافية ولا غير متنافية ولا مستحيلة الحدثين الصورة والكتابة دول الحدثين دول يمثلوا حوادث متنافية ولا غير متنافية ولا مستحيلة حوادث متنافية يعني لو ظهرت الصورة تنتفي من الكتابة أو العكس تبقى حوادث ايه متنافية طيب الاوجه الستة لقطعة النرد قطعة النرد او زهرة النرد عبارة عن مكعب لست اوجه مترقمين من واحد لغاية ستة لما اجي من قطعة النرد دي يعني ها بيظهروا ست اوجه أو بيظهر وجه واحد اللي انا بقراه فوق بيظهر وجه واحد يبقى لما ارمي القطعة دي يعني لو ظهر احد الاوجه ها ينتفي ظهور الاوجه الاخرى يبقى الست اوجه حوادث متنافيه ولا غير متنافيه؟ حوادث متنافيه ما ينفعش المال من قطعه النرد يجي لي اثنين وثلاثه او اتنين وخمسه في نفس الوقت ان جه اتنين ما يصرفش الباقي تبقى الست اوجه في قطعه النرد حوادث ايه؟ متنافيه طيب عند اختيار موظف ولا ايه متزوج ويحمل مؤهل عالي موظف متزوج ومعاه مؤهل عالي، الحدثين بقى متزوج ويحمل مؤهل عالي. الحدث ان يبقى متزوج، الحدث ان يبقى مؤهل عالي بكالريوس. الحدثين دول بقى حوادث متنافية ولا غير متنافية؟ ولا مستحيلة؟ يعني الموظف إذا كان متزوج ما ينفعش يبقى معاه مؤهل عالي أو العكس ولا ينفع؟ ينفع يعني ييجوا مع بعض يبقى غير متنافي. يجوا مع بعض قال إيه متزوج ومعاه مؤهل عالي ولا ما ينفعش ينفع طبعا ما دام متزوج يجي مع المؤهل العالي. ما دام الاثنين ممكن يجوا مع بعض تبقى حوادث هنا بقى ايه غير متنافيه يبقى الاجابه رقم كام اثنين عند اختيار احد اعضاء مجلس الاداره فان الحدثين ان يكون من سكان الرياض وان يكون محامين لمؤهل عالي واحد في عضو مجلس الاداره وعندي حدثين ان يكون من سكان الرياض وأنه يكون معاه بكالوريوس من عالي الحدثين دول بقى متنافيين ولا غير متنافيين ولا مستحيل مستحيل تلاقي واحد من سكان الرياض ومعاه مؤهل عالي لا مش مستحيل الاقي في الاقي ولا ما الاقيش ينفع الاقي واحد من سكان الرياض ومعاه مؤهل عالي ولا ما ينفعش ينفع ما ينفع تلاقي حوادث غير متنافيه حوادث غير متنافيه تيجي مع بعضها طيب بيقول لي مجلس إدارة إحدى الشركات مكون من خمسة محاسبين وسبعة مهندسين وثلاثة اقتصاديين يبقى مجلس فيه كام واحد في خمسة وسبعة وثلاثة كام يبقى مجلس مكون من خمسة واحد مجلس مكون من خمسة عشر اخترنا واحد منهم عشان نبعته في مهمة آه لأمريكا مثلا احتمال أن يكون محاسب بس الحدث واحد احتمال يكون محاسب الحدث محاسب ده بيتكرر كم مرة عندي سبعة من كم واحد بختار منهم خمسة عشر يبقى احتمال يكون محاسب بقى سبعة على خمسة عشر ولا خمسة على خمسة عشر ولا ثلاثة على خمسة عشر ها سبعة على خمسة عشر طيب يضم المستوى الاول في احدى الكليات اربعين طالب سعودي واثناشر افريقي وثمانية من اسيا يبقى المستوى اللي فيه كله كام واحد في 40 سعودي و12 افريقي و8 اساوي يبقى المستوى ده فيه كام طالب في 40 و12 و8 في 60 طالب اخترنا واحد من الطلبه دول من الفصل عشان يروح يعمل عمره ايه احتمال يكون افريقي الحدث انه يبقى افريقي الحدث ده بيتكرر كم مره عندي بيتكرر 8 مرات من كام من 40 يبقى من من 60 اللي انا بختار منهم يبقى احتمال يكون افريقي بقى 8 على 60 ولا 12 على 60 ولا 12 على 40؟ همم تبقى طيب الاجابه الاولى 8 على كام؟ على لا افريقي اه 12 على 60 لان عندي كام واحد افريقي؟ 8 ولا 12؟ عندي 12 افريقي من كام؟ من 60 س... بالاحتمال 12 على 60، تبقى الإجابة رقم إيه؟ 2. طيب، هنكمل برضو مراجعة على باب الاحتمالات، ونشوف مجموعة تانية من الأسئلة. بيقول لي صندوق، فيه 20 ورقة متماثلة في الشكل واللون والحجم. مترقمين من واحد لغاية 20. صندوق فيه 20 ورقة، 20 كارت. مترقم من واحد الى 20 خدنا ورقه واحده بس من الصندوق عشوائيه من غير ما نبص مديت ايدي كده وسحبت ورقه وبقى عايز اسال بقى ايه احتمال يكون على رقم زوجي انت خدت ورقه من الصندوق اللي في فيها 20 ورقه وال20 ورقه دول من ارقام 20 ورقه مترقمين من واحد الى 20 ايه احتمال تلاقي عليها رقم زوجي رقم زوجي يعني ايه يعني يا 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10 يا 12 يا 14 يا 16 يا 18 يا 20 يطلع كم ورقه بقى يطلع 10 ورقات في الصندوق على رقم زوجي من كام من 20 يبقى احتمال اختيار رقم زوجي كام على كام بقى كلمه رقم زوجي ده الحدث ده اتكرر كم مره عندي 10 ورقات من كام يبقى الاحتمال 10 على كام على 20 ولا 2 على 10 ولا 1 على 20 لا اشوف الزوجه ده اتكرر كم مره ما هو ميم على نون احتمال ميم على نون من هنا بكام بقى؟ ب 10 ن عدد الحالات الكلية 20 يبقى 10 عشر على 20 طب نفس المثال نفس المثال اللي فوق بس ايه احتمال اخد ورق عليها رقم عليها رقم يقبل القسم على 3 مديت ايدي كده وخدت ورقة ايه احتمال عليها مكتوب عليها رقم يقبل اسم على 3 اشوف الثلاثة دي اللي بتقبل اسم على 3 في كم ورقة؟ هلاقي الثلاثة ومضاعفاتها يا التلاتة يا ورقة عليها ستة ها يا تسعة ها يا اتناشر يا خمستاشر ايه كمان؟ وطم... يعني كل مرة أزود تلاتة و وطم... وواحد وعشرين؟ لا ما عنديش واحد وعشرين يبقى أنا عندي كام ورقة بقى؟ ها؟ ست ورقات التلاتة كل مرة أزود تلاتة بقى التلاتة ها والستة والتسعة والاتناشر وال15 ها وال18 كم ورقه دول ست ورقات عليهم ارقام تقبل القسم على ثلاثة من كام من كام من 20 يبقى احتمال اقبل القسم على ثلاثة الاجابه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه الاجابه الثانيه نفس المساله خدت ورقه احتمال لها رقم يقبل القسم على سبعة مديت ايدي كده وسحبت ورقة وبسألك ايه احتمال يكون لها رقم على الورقة اللي انت سحبتها دي يقبل قسم على السبعة الإجابة السبعة ومضاعفتها يعني كل مرة أزود سبعة إيه اللي بعد السبعة؟ أضيف عليها سبعة 14 وإيه كمان؟ أضيف سبعة يبقى واحد وإيه وعشرين. في عندي ورقة اسمه واحد وعشرين؟ لا يبقى هما كام ورقة في الصندوق بقى؟ ورقتين السبعة وال والـ14 الورقتين الاتنين دول يبقى القسم على كام؟ على سبعة. يبقى احتمال تلاقي ورقة تبقى القسم على سبعة ها؟ سبعة على عشرين ولا 14 على عشرين ولا 2 على عشرين الإجابة إن الإجابة الأخيرة 2 على عشرين يعني ورقتين السبعة وال 14. هننتقل نقلة تانية بقى. الثلاث أمثلة اللي فاتت دول يبقى القسم على التلاتة. يبقى القسم على سبعة دي كلها بيتكلم على حدث واحد لكن تيجي بقى على المساله رقم اربعه نفس المساله احتمال اخد ورقه من الصندوق والاقي عليها رقم يقبل القسم على الثلاثة او السبعه ثلاثة او سبعه كلمه او هنا ظهرت معناها استخدم قانون الجمع كلمه او هنا في السؤال ثلاثة او سبعه او يعني ايه هستخدم قانون مين؟ الجمع. جمع الحوادث يبقى عندي حدثين. هسمي التلاتة الحدث الف. وهسمي السبعه الحدث ايه؟ باء. طبعا ده اللي مكتوب قدام حضرتك ده الشرح. فهستخدم القانون الجمع. هستخدم قانون الجمع ليه؟ لان في المطلوب بيقول لي احتمال رقم القسمة على ثلاثه او سبعه. ما دام جت كلمه او اقول قانون الجمع. ايه قانون الجمع؟ بيقول لي حق ا زائد باء عباره عن ح ا زائد ح ب ناقص ح ا ب ده قانون الجمع. القانون ده بقى ينفع للمتنافي وغير المتنافيه. لو حوادث متنافيه الحد الاخير ده يروح ح ا ب ده يروح يختفي. لانهم متنافيين. طب غير متنافيين هيظل موجود. يبقى في النهايه بقى قانون الجمع اللي قدام حضرتك ده. والله المساله اللي معايا اذا كانت حوادث متنافيه هيتشال لحد الأخير ده، حق أ ب ده هيختفي. غير متنافية، هتظهر له قيمة. حدثين أ وباء، هسمي التلاتة ألف، وأسمي الباء سبعة. فأنا عايز حق أ، حق ألف يعني إيه؟ رقم يقبل قسمة على ثلاثة. في ست ورقات يبقى القسم على الثلاثة، اللي هي الثلاثة والستة والتسعة و12 طب ح بقى يعني إيه؟ رقم يقبل القسمة على سبعة. كم ورق على سبعة؟ ورقتين السبعة والايه؟ وال14 ح بقى يعني ايه؟ ورقه تبقى الاسم على الثلاثة والسبعة في ورق مشترك بين التلاتة والسبعه التلاتة الثلاثة أرقامها ايه؟ ثلاثة وستة وتسعة و12 و15 و18 طب والسبعة ورقتها ايه؟ أو ورقهم ايه؟ السبعة ده. في ورق مشترك بينهم؟ مفيش يبقى الحادثين بقى دول بقى التلاتة والسبعة ها؟ اللي هي الألف حد... حوادث ايه بقى؟ حوادث ايه؟ متنافية ما عنديش ورق مشترك بالاتنين يبقى احتمال بقى أ زائد ب هيبقى عبارة عن ايه احتمال أ زائد احتمال بقى لأن أ بقى هنا بصفر أقول بقى ستة على عشرين زائد تلاتة على عشرين ناقص صفر ولا الإجابة التانية الإجابة التالتة الأولى ولا التانية ولا التالتة دي الحوادث المتنافية أختار الأولى بس أقول بقى ستة على عشرين زائد اتنين على عشرين ولا الأخرانية برضو ما فيها صفر برضو ده أ يعني إيه؟ رقم يقبل قسمه على التلاتة، ستة على عشرين. باء يقبل قسمه على اتنين. يعني يقبل قسمه على سبعة، اتنين على عشرين. تبقى الإجابة النهائية ثمانية على عشرين. يبقى السؤال ده الإجابة بتاعته في الاختيار رقم واحد. لأن عندنا إيه؟ ح أ باء بصفر. فجيب ح أ لوحدها. يقبل قسمه على تلاتة، يبقى ستة على عشرين. حق بقى لوحدها يقبل قسمة على سبعة اثنين على عشرين طب وفي ألف باء ما فيش تبقى الإجابة الأولى هنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة برضو بقية المراجعة على باب الاحتمالات هنكمل مناقشة على قانون الجمع وهنركز برضه على حواس المتنافية وغير المتنافية وبعد كده نتكلم على قانون الضرب الحوادث المستقلة وغير المستقلة يا ريت المرة الجاية تكونوا مراجعين قانون الجمع وقانون الضرب مرة أخرى وبرضه تراجعوا معانا أو تذاكروا أو تحضروا موضوع دلة الاحتمال عشان إن شاء الله المرة الجاية هنكمل مراجعة قانون الجمع وقانون الضرب وهنكمل أيضا في نفس الحلقة هنتطرق لموضوع دلة الاحتمال الى ان القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته